كريبتو دوت نت بيتكوين عالم احتراف العملات الرقمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها وقبل أي شيء بشكر 7260 مشترك في القناة وبإذن الله نصل للعشر تلاف مشترك ونقدر نوزع الجايزه اللي هي بقيمه الف دولار فلو حضرتك اول مره بتشترك معانا وبتشاهد القناه نرجو تفعيل السبسكرايب والانضمام للقناه وهتلاقي اللينكات الخاصه في صندوق الوصف بقناه التليجرام اللي بنقدم عليها مدربات ليكم مجانيه بتقدروا تكسبوا منها والحمد لله فتقدر تسجل فيها وتنضم معانا وتضم لكافه وسائل التواصل الاجتماعي اما لو حضرتك محفظتك اكبر من 8000 دولار تقدر تنضم لينا في المحافظ الفي اي بي الإدارة الخاصة بها عن بعد تقدر تاخد رقم الواتس الخاص من الصندوق الوصف أيضا وتتواصل معنا ونقدر نفيدك بالاكتتابات اللي بتحقق معانا أكتر من 10 إكس ل 50 إكس وأيضا يقدر يكون عندك دخل ثابت بيتراوح من 10% ل 25% شهري من قيمة المحفظة الخاصة بتاعتك عن طريق الستيكينج والاكتتابات والمضاربات لو بالطبع الوضع مناسب لحضرتك تقدر انك تتواصل على الواتس وتنضم معانا على ان تكون محفظتك اكبر من 8000 يو اس دي تي وتقدر ان حضرتك تشترك معانا وتستفيد من العرض ده اما لو محفظتك اقل من ذلك فانضم للتليجرام مجانا ونتشرف بيك واستمر معانا في المضاربات الخاصه بينا تعالوا النهارده هنتكلم عن حلقه مهمه جدا وشيء مهم انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لكم من جديد ونتابع احوال السوق ايه اللي احنا وصلنا فيه والنهاردة الحلقه دي حلقه مهمه لان هنشرح اربع عملات مهمين جدا والاربع عملات دول هنشرحهم النهارده بطريقه مختلفه عشان نقدر نحصل منهم على افضل ربح ممكن فهنيجي نتكلم الاول على السوق فاحنا عندنا حاليا تريليون تسعميه واربعه مليار وبنتكلم ان في هنا زياده عندنا بحوالي 200 مليار دخلت السوق وده اللي بيؤدي للانتعاش و 162 مليون 451 الف دولار حجم التعاملات اليوم بقيمه 88 مليار 828 مليون 377 الف دولار اما الاستحواذ الخاص بالبيتكوين فهو زاد في حاجات مهمه جدا ويوصل ل 43.12 وده ليه اهميه جدا هنتكلم عليها بعدين لما نحلل البيتكوين لوحده بالنسبه للايثيريوم 18.21 ولازال موجود في المناطق اللي هي العاديه فيه مفيش حاجه في زادت في الاتجاه ده اما عدد العملات اللي موجوده في السوق فوصلنا ل 17961 عمله رقميه تعالوا نبدا بقى نتكلم النهارده بمنظور مختلف على اربع عملات مهمين من خلالهم ممكن تحقق ثروه وهل الطريق الفعلي انك تشتري بالظبط هو حاليا ولا المفروض انك تستنى شويه؟ تعالوا نشوف اول عمله معانا. اولا احنا هنتكلم عن عمله سيتاما فعملة سيتاما زي ما انتم شايفين كده قدامنا انا خدت بالظبط خمس شمعات كل شمعه تمثل شهر تمام عشان نقدر ان احنا نتكلم يعني ممكن ناخد التويك اوكي بس التويك المنظور مش هيبقى واضح بالنسبة لنا خلاص فهنركز على ال... الشهر عايزين نقول ان احنا كان عندنا ارتفاع كبير جدا في عملة ستامة خلاص وصل زي ما انتم شايفين لاخر مستوى قدامنا اللي احنا شايفينه ده هنا بالظبط تمام كده فالمستوى اللي هو اللي موجود قدامنا ده بالظبط في المكان ده كده وصل هنا كان أعلى قمة للعملة والاستطلاع وهي كان عن مجموعة يعني اصفار ستة خمسة أربعة ستة من بعديها بدأنا ناخد هبوط الهبوط اللي احنا شايفينه ده جاب بالطبع كان قبليه في شمعة موجودة الأولانية اللي هي شمعة شهر اللي هو يعتبر شهر معانا شهر اتناشر بعد كده شهر واحد جميل برضه هبوط شهر اتنين هبوط وبدأنا دلوقتي في شهر تلاتة شهر تلاتة بالطبع اللي احنا فيه دلوقتي ده مش هنقدر نحدد هل هو هبوط تمام مكمل معانا ولا هيبدأ يحصل ارتداد انا بقول ان سبعتاشر و عشر مارس في دعوات موجهة رسمية من عملة ستامة والتيم الخاص بستامة في اكسبو دبي وموجودين هناك بيشرحوا كافة الأمور فعلي الستا ماسك اشتغلت بتاعتهم كان فيها بعض العيوب بدأت تشتغل ولازال التيم بيعمل على قدم وساق في هذه العملة فأنا شايف أن المفروض أن العملة دي هترجع تاني عملة يعني بمب يعني في بمب المفروض يحصل ولو حصل بمب في ستامة المفروض ان يكسر الاول تايم هاي ويكمل اعلى منه اذا المكان اللي احنا فيه دلوقتي في ستامة ده هنقدر نقول ان هو قاع لان احنا وصلنا عند 16 تمانية تسعة. وعايز اقول ان الشخص اللي بيصبر على العمله بتاعته وليكن هنرجع في العمله اللي هنتكلمها بعد كده اللي هي عمله مثلا شيبه هنوريكم الناس اللي صبرت ايه اللي حصل والناس اللي ما صبرتش وباع بخساره ايه اللي حصل الناس اللي قعدت تقول دي عملات سكام ومش سكام ايه اللي حصل وباعت وبعد كده قعدت تعيط لما لقت العمله طلعت عند الثمانية لما كانت وصلت خلاص ل اربع اصفار او خمس اصفار خمسه خمسه بعد كده طلعت ل اربع اصفار ثمانية طبعا كان ربح مجنون في بامب كبير بعد ما قعدت تعمل تجميع لمدة خمس شهور فخلينا نقول ستامة دلوقتي ستامة بعد التجميع اللي هي بتعمله الكبير ده هتبدأ انها تاخد منحنى مختلف. المنحنى المختلف ده لو خدناه بشكل سليم هو الوحيد اللي بيحدده صاحب العمله والناس الحيتان اللي فيها. هنلاقي ان احنا عندنا بامب كبير جدا بيكسر اول تايم هاي وبيعديه وبيرتفع. اذا ستامه عمله مهمه في القاع اللي موجوده فيه حاليا. تقدر تاخد منها اجزاء لإن أنا شايف إن المكان مغري للشراء تمام ولو نزل السعر أقل من كده هتدعم فيه وتنتظر البامب اللي ممكن يجي في هذه العملة اللي أنا شايف فيها هيكون ربح كبير جدا جدا لأي شخص هيبدأ يستحوذ عليها أو مستحوذ عليها من قبل كده وما باعهاش بخسارة. تعالوا نشوف العملة التانية اللي فيها نفس الشكل وبنفس الطريقة. هنا إحنا نقلنا على عملة فلوكي محبوبة الجماهير وبعد لما وصلنا لشمعة كبيرة خضراء زي ما انتم شايفين كده اهو معانا كانت في شهر اكتوبر تمام جينا للشمعة بتاعتنا بتاعة نوفمبر وصلنا لأعلى قمة موجودة فيها اللي هي أربع أصفار اللي هي آسف تلات تصفار أربعة زيرو تمام من بعديها نزلت العملة بشدة زي ما انتم شايفين وبقى لها تلات شهور بتنزل فنزلت شهر الثاني الثالث الرابع هنا وصلنا عند شمعة اسمها شمعة الدوجي وطبعا الناس اللي ما عندهاش معرفة بالشموع وقراءة الشموع اليابانية هنحاول ان احنا نعمل لكم مجموعة حلقات لان المجموع مش يعني الموضوع مش سهل بالطبع على الاقل عايز ثلاث حلقات عشان نشرح ايه هي كافة الشموع اللي من خلالها لما بتبص على شرط او لو انت شغال في مضاربة بتقرا انواع الشموع عاديه بعيد لسه عن المقاومات والدعوم وكل الكلام ده ازاي تقدر تاخد القرار المناسب في البيع والخروج قبل الهبوطات اللي ممكن تكون هتحصل مسبقا فدلوقتي الشمعة دي هتغير المسار متوقع بالطبع انها تغير المسار فاحنا وصلنا هنا عند اربعة تصفار اربعة وكان فوق عند ثلاثة أصفار اربعة زيرو واحنا يعني حاليا بالظبط عند اربعة تصفار اربعة زيرو هو نفس الرقم اللي موجود فوق يعني بفرق يعني بفرق كده صفر يعني مش اكتر من كده طيب شمعة الدوجي دي بتقولي ايه بتقولي وهي شمعة الدوجي هنا صريحة اهي شمعة الدوجي صريحة تقول لي ان في انعكاس هيحصل في السوق بشكل كبير طيب يبقى ايه الحل يبقى الحل ان انا هنا في عملة فلوكي ابدا اني اعمل دعم طيب وبعد ما اعمل دعم عند اربعة اصفار اربعة اشتري اوكي عندي دعم لازم احطه هنا واخلي بالي منه وهو الاربع اصفار واحد اربعة زيرو زيرو عند اخر الشمعة دي هنا لازم اعمل دعم اهو دعم اهو شايفين عند المكان ده بالظبط واحد اربعة زيرو زيرو ده اربعة اصفار واحد اربعة زيرو زيرو طيب لما اعمل دعم هنا ولو نزلت اخد كمية كمان من العملة رغم ان انا شايف ان يعني يكون في صعوبة شوية في التوقيت ده ولكن لو نزلت هكمل دعم كمان اسفله وهنتظر بس البامب القادم اللي المفروض يطلع على تلات اصفار أربعة 0, -0 ويعديه ويكمل ارتفاع كمان. العملات دي يا جماعه عملات طبعا احنا عارفين ان ليها كان مشروع واعلانات اللي موجوده كانت في دبي وانجلترا وامريكا وكان الكل بيتكلم ان في الكريسماس الامور هتبقى افضل. طبعا احنا حصل هبوط عندنا في شهر نوفمبر بعد ما حققنا اعلى القمم التاريخيه وكسرناها للبيتكوين حصل نزيف وبدأنا ننزل الثلاث شهور اللي فاتوا دول فلازم نترقب ان العملات دي كمان هتنزف لانها هي عملات مش منفصله عن الكون او منفصله عن سوق العملات الرقميه هي عملات معاه فاي نزيف فيها لازم تختار الموجه اللي هتركب فيها فهي خدت موجه صعبه بدانا ننزل بموجه هابطه وصلنا للقاع تاني القاعدة هيقابلوا من هنا ارتفاع في موجة تانية لكل بقى اللي خزن اللي خد من مكان كويس الناس اللي ركبت اول موجة وطلعت بتبدأ دلوقتي تشتري عشان خاطر يكسبوا في الموجة التانية اللي المفروض يكون ارتفاعها اكبر من تلات أصفار اربعة خمسة فتخليك دايما مع ركوب الموجة مش تركب عكس الطيار انت لو كنت ركبت من ثلاثة أصفار اربعة تلات أصفار تلاتة، تلات أصفار اتنين، فأنت ركبت من عكس التيار، ركبت مع الموجة الهابطة، وتعلقت معاها تحت، ولسه لو أنت ما بعتش منتظر الصعود. أما المحظوظ اللي يبدأ ياخد الموجة اللي جاية في الصعود لعملة فلوكي. نتكلم في العملة التالتة. وجينا في العملة التالتة على الشرط بتاع شيبة. وما أدراك ما شيبة. فإحنا شايفين أهو. عندنا عند واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خمسة زيرو او الخط الاصفر اللي موجود عندنا الجميل ده مع اول شمعة اللي هي الشمعة بالطبع اللي انطلقت دي التانية تاني شمعة تاني موجة يعني هو موجة الاولى ايه اه بالظبط معانا كده بالظبط كده تعالوا بقى افهمكم يعني ايه شمعة الدوجي شمعة الدوجي هنا بين بشكل كبير جدا تمام او شمعة المطرقة المقلوبة خلاص فإحنا هنا أول حاجة خدنا الارتفاع القوي هنا أو لغاية لما وصلنا في المكان ده المنطقة دي أهي بالظبط كده عند أربعة صفار تلاتة تمانية دي كانت أول موجة ارتفاع بعديها حصل هبوط شديد جت الشمعة دي الشمعة التالتة الشمعة هنا اللي هنسميها اللي هي يعتبر المقلوبة اللي هي بنسميها ايه المطرقة المقلوبة خلاص بعد كده جت اهي بصوا شايفين اهي اللي هي بتاريخ تسعة واحد جت الشمعة اللي اسمها الدوجي وقفت عند واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اربعة تمانية سبعة هنا الشمعة دي كان ليها شمعة الدوجي دي بتغير الاتجاهات والمصاير يعني شمعة من اهم الشمعات المهمة اللي بتقابلها في اي شرط ودي شمعة شهر اغلاق شهري مش شمعة هينة يعني فقبلها شمعة المطرقة المغلقة او المطرقة المقلوبة بعديها شمعة الدوجي ايه اللي حصل البامب الضخم اللي انت شفته ده يبقى البامب اللي حصل ده جه بسبب شمعة الدوجي اللي كانت سابقة ليه واللي كانت بتقول للناس ركزوا في حاجة جاية خدنا البامب بقى الكبير اللي احنا خدناه ده دلوقتي طلعنا عند الاربع تصفار تمانية تمانية الناس سقفت، الناس هللت، هنجيب الواحد، هنكسر الواحد، هوبا نزلنا. نزلنا في أول شمعة، نزلنا في تاني شمعة، نزلنا في تالت شمعة، حاول يحصل تصحيح في الشمعة دي ما قدرناش، ما مش عارفين نستقر عليه، فلازلنا في الشمعة اللي موجودة هنا. هل هيكون في هبوط أكتر لشيبة من بعدها تاخد موجة الصعود؟ ولا هنقف عند الجزء ده لو اتغير بالطبع الشكل، إحنا لسه مش شايفين الشمعة كاملة بالطبع هنا، لأن إحنا لسه في بداية الشهر، خلاص، فهل ياخد الشكل ده ويبدأ الموجة التصاعدية؟ شيء وارد، يبقى شيبة تخلي بالك وتركز عليها لو أنت مهتم بالعملة دي، فأنا شايف إن مكان مميز، وأيضًا يبقى عندك دعومك اللي أسفل هذه مناطق الشراء. ونخلي بالنا ان عند 4 1 2 3 4 5 خمس اصفار 7 1 3 دي منطقه مهمه جدا جدا وهي منطقه الانطلاق للشمعه اللي هي الثانيه منطقه مهمه جدا لازم في كل الاحوال هننزل نعيد اختبارها فيكون عندك دعوم قبلها او عندها وعشان نبدا الانطلاق ثاني لاعلى في عمله شيبه فده تركيز مهم نيجي لاخر عمله طبعا انا اسف لو طولنا احنا بقينا عدينا ال 13 دقيقه هنيجي هنا لعملة الدوجي كوين ومش هنتكلم كتير لان احنا عاملين حلقة قبل كده عنها وبس هناخدها في الطريق معانا عشان برضو نفهم ايه القصة بتاعتها إيه الدوجي كوين احنا خدناها جزء الاول من عند زيرو سنت بعد كده وصلنا بعد كده خدنا الشمعة الكبيرة بتاعتنا بعد كده جينا للشمعة اللي هي الخاصة عندنا التلاتة وسبعين سنت لما وصلت زي بقى ما انتم شايفين الشمعة دي كلها نزلت كده تمام بعد كده خدنا شمعة تحتية خدتنا اكتر شمعه تاني خدتنا لتحت هنا الرده دي جت اللي هي لما وصلنا لل 36 بس عشان يحسس الناس ان احنا عايزين نعمل عمليه رد ولكن بالطبع راحت يتوغد الناس استقرت شويه التزام بالسعر بعد كده هوبا نزول نزول نزول. هل وجودنا عند منطقه ال 13 سنت ده هيدفعنا ان احنا نعيد اختبار تاني ونرجع اختبار العشرة واختبار التمانية سنت عشان نرجع وناخد موجة تصاعدية توصلنا للواحد دولار؟ هل ده شيء وارد في القانون؟ هل ده شيء وارد في سوق العملات الرقمية؟ ولا عملة الدوجي كوين انتهت وانهارت؟ طبعا عملة الدوجي كوين ليها مستقبل كبير وأجمل حاجة في الناس اللي قدرت تخزن في المراحل اللي احنا فيها عند التشل... يعني التلتاشر العشرة لو وصل لل 8 يا ريت تخزن تمام وانا برجع واقول تاني لكل شخص معندوش خلفيه ولا علم بالسوق ولا فاهم في السوق حاجه ركز ان احنا لازم نرجع تاني نختبر المنطقه دي اللي هي منطقة ايه؟ اللي هي المنطقة اللي هي عند 0.053 تقول لي يا جدع دي عند ال 30 وعند ال 50 وبتاع معقول اقول لك ايوه بس اصبر ما انت هنا السوق ده عايز الصبر عايز الناس اللي عندها صبر وعايز الناس اللي بتعرف تصطاد انت عايز تقعد بصنارة جنب واحد حوت تصطاد جنبه والحوت لما هيصطاد هيصطاد من هنا مش هيصطاد من الاربعين ولا السبعين ولا الستين ولا كل الكلام ده بيرجع يصطاد من هنا اذا الدوجي كوين في مرحلة جيدة ارجو منكم التخزين منها في الوقت الحالي لو نزلت لغايه ال 8 سنت شيل منها زي ما انت عايز وما تقولش لا ولو نزلت اختبرت الخمسة ثلاثة تاني تأكد ان مجرد اختبارها هتشوف صاروخ لونه اخضر بيحطم الواحد دولار فلذلك عملة هامة يجب انها ايضا تكون في محفظتك طبعا الحلقة كانت طويلة أنا بعتذر جدا ولكن أنا حبيت أن أشرح كل التفاصيل عن أهم أربع عملات تهم المحافظ الصغيرة وأتمنى بإذن الله التوفيق لكم جميعا بإذن الله دمتم في رعاية الله وأمنه كنتم مع قناتكم كريبتو بنتلي مان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ]项目. كريبتو دوت نت بيتكوين عالمك احتراف العملات الرقمية